يكثر فيه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة من أفضل أيامكم، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. الصلاة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة منذ أن يصبح الصباح يجلس الإنسان في مصلاه، أو ذاهب إلى بيته، أو في وقت الظهيرة قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وقت العصر، يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي: إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.